كبيرة جدا داخل المشهد السياسي الموريتاني، وأن أنا لا أعتقد أن الرئيس الحالي سوف يخرج من السلطة. حتى ولو خرج من السلطة بطريقة ما فسوف يكون سيناريو كونغولي زي ما هو الحال اليوم في الكونغو، أنه هنالك انتخابات لكن كابيلا هو يحكم. نعم. ويوم غد سوف يحكم. سيدة هدى إبراهيم، يعني سيناريو روسي تقولين؟ عبد العزيز ذكر عدة مرات وحتى قدم وعودا لفرنسا بأنه لن يغير الدستور، حتى الآن لا نعلم إذا كان ذلك سيتم، وفي كل الأحوال خطورة كبيرة، لكنه إذا خرج سيترك فعلا من يخلفه على سدة السلطة، ربما رفيق سلاحه كي لا نذكر أسماء، لكن بالنسبة للمعارضة أنا أرى أنها على حق، لأن ما يلجأ إليه الرئيس الموريتاني كتكتيك منذ فترة ومنذ أشهر زيارة كل المناطق الموريتانية، مرة بدعوة مهرجان ثقافي ومرة بدعوة أخرى، كأنه في حملة انتخابية، وهو كأنه في حملة انتخابية، والمعارضة عدة مرات اعترضت على ذلك، واليوم الاعتراض لأجل أن لا يقال أن المعارضة هي في صف عزيز. و 2019 ستكون حافلة بالأحداث في المغرب العربي حتما. كل الشكر، سنتابع هذا الأمر معكما ومع مشاهدينا. السيدة هدى إبراهيم الصحفية في إذاعة فرنسا الدولية، كل الشكر جزيل لك. شكرا. كل الشكر جزيل لك أيضا سيد زين العابدين حمد شريف الكاتب والصحفي ومراسل جريدة المغرب، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.